ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ عشان قلت لك بلاش الجلابيه، مش هينفع يدخلونا المكان ده، ممنوع تخش بالجلابيه. ما اتخلقتش اللي تقول البس يوم البسش ايه؟ ماشي، عشان تستريح مش هيدخلونا، والله العظيم ما هيدخلونا. انت هتشوفيهم دلوقتي هما بيضربوا تعظيم سلام للجلابيه، الجلابيه ليها هيبه. بعدين اشمعنى المكان ده بالذات اللي عايزاه؟ عشان ده اكتر مكان انا بحبه. طب يلا انزل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. من فضلك في حجز باسم عايدة عاصم. تمام مظبوط يا فندم. اه بس انا اسف مش هينفع ادخل بالجلابيه. ايه شفت؟ مش قلت لك عاجبك الكسفه دي؟ استنيني في العربيه. انزلي. طب امسك. خد تعالى. مش فاهم انت عملت ايه. طلبت ابراهيم شاطر رجل اعمال صاحبي شارع المنطقه دي وحته صحرا، طلب الدنيا على ما جاب لي رقم تليفون الواد صاحب المحل، واد دماغه ناشفه بس خلصت معاه. مش فاهمه حاجه، يعني عملت ايه بالظبط برضه؟ اشتريت المحل بس قلت له يمنع الخمره، ما اشتريش مكان فيه خمره، وربنا رزق الواد ابراهيم قنفذ الطباخ بتاع مدينه الرحمن اللي عندنا في السيده زينب، اجيبه يشتغل هنا ويزود المنيو لحمه راس وحلالي ومخاصي. اشتريت ايه؟ اشتريت المكان. وقعد كل فاكره ان اشتريت المكان عشان الواد اللي وقفني بره وقال لي ما تدخلش عشان بجلابيه والكلام العبيط ده. اشتريته عشان حاجه انت قلتيها ومش واخده بالك منها. لما قلت انا المكان ده اكتر مكان بحبه. وعشان حاجه يعني برضو كده تخصني حاجه صغيره. لو اتحكى بعد 100 سنة إن جعفر العمدة وقفوه على باب مكانه وما دخلش ويقولوا ما يمشيش من المكان اللي هو شاريه. أنت أغرب بني آدم أنا شفته في حياتي. مش سيف. على إيه؟ إن أنت خرجتني النهاردة. بجد أنا كنت محتاجة كده أوي. أنا كنت مش طايقة نفسي من إمبارح. لا أنا اللي كنت محتاج الخروجة ده أكتر منك. إمبارح كانت أسود ليلة في حياتي. يا ساتر ليه؟ سيبك مني، خليني فيك. ايه اللي مضايقك؟ المكالمه بتاعت الزفت اللي اسمه دودي، تلاقيه دلوقتي عمال يتكلم عليا مع كل الناس. اتكلم الله يقول على النعمه اللي واحد اسمه دودي شكر فيا زعلت. بعدين قلت لك ما ترديش عليه وخلاص. عارف ان انا كنت خايفه احكي لك على اللي حصل قوي؟ كنت مرعوبه لا تروح تضربه وتتخانق معاه. جوزها الجامد متضربش حد. ده قول بس زي ما قلت لك، قول له حاضر على تليفونك وخلاص. عملت لك. قلت له ايه؟ حاضر. على تليفونك؟ امال على تليفونك؟
مبروك. الله يبارك فيك. بس عايزه اقول لك بقى انه بدل ما كنت تشتري المحل ده، لو كنت حطيت الفلوس دي في حسابي في البنك كنت عرفت اخرج بابايا، وساعتها كنت هبقى اسعد انسانه في الدنيا دي كلها. بدلة المزاج. واحنا مش فاضيين انك تفتح. ليه كل شويه تدخلي في دايره ملهاش مخرج؟ سوري. دونت وري. نطرد الناس دي ونقعد لوحدنا. لا هات بعوضه صاحبك ده. بريب قفصه؟ لا سيبك من اسمه نضيف. وربنا.